دكتور، موضوعنا هو تاريخي مرتبط بمدينة تطوان، مرتبط ب يعني جزء من تاريخ هذه المدينة، جزء ربما لا يعرفه الكثيرون وهو فريد من نوعه في مدينة تطوان. الأمر يتعلق بما يصطلح على تسميته بسكوندو. بداية دكتور خالد، إذا كان ممكن أن تعرف المستمع على ماذا تعني هذه المنظومة سكوندو. نعم، إذا سكوندو هو نظام لتوزيع الماء بمدينة تطوان. طبعا هو اسم سكوندو هو اسم حديث ليس اسم تاريخي، يعود الى عهد الحماية. السابق كان يسمى بماء البلد او ماء المعدة. طبعا لا توجد اي وثيقة تشير الى ان هذا النظام كان يسمى بسكوندو. اذا عندما جاءت الحماية ويعني تم احداث نظام جديد او شبكة جديدة لتوزيع الماء، تم اصطلاح على نظام يعني التاريخي ب سكوندو. طبعا باللغة الإسبانية سيغوندو، من كلمة الثاني يعني سيغوندو يعني الثاني، يعني الثاني من حيث الجودة وليس من حيث التاريخ. أنا في البداية ظننت دكتور خالد أنه تحريف للكلمة الإسبانية اسكونديدو يعني المخفي. نعم، هناك عدة تفسيرات، ولكن أقرب إلى الصواب هو سيغوندو يعني الثاني من حيث الجودة، لأن هناك من يقول بأنه نسبة إلى مهندس يسمى بسكوندو، مهندس أندلسي، وهذا طبعا لا يوجد عليه أي دليل وأي وثيقة. ثم سكونديدو، ولكن اقرب سكوندو، يعني سكوندو هو يعني واحد طريقه النطق ديال سكوندو، لان عندما جاءت الحمايه وتم احداث نظام جديد لتوزيع الماء، تم شن حمله ضد النظام التاريخي بانه نظام يعني ملوث يحدث اوبئه الى غير ذلك. بالتالي للترويج للشبكه الحديثه تم تسميته بالثاني من حيث الجوده، والدليل على ان يعني هذا يعني الاسم مستحدث يعني في الحمايه. كما قلت لك أنه لا توجد أي وثيقة أو أي ذكر لهذه التسمية قبل فترة الشيخ.